بسم الله، ربنا اجعلنا دعاة السلام ومحبة ووئام يا حنان يا منان. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، أغلب الأمة اللي تدعي الإسلام هم من الكفار. أقل شيء يكفر بالنعمة، مش يكفر بربي، يكفر بالنعمة. إذا كان ربي نعمه نازلة وآلاءه حقيقية نازلة وشرك أنت بكفرك، صاعد مش تكون النتيجة حتى من وجهة نظر الكيمياء. فما لو دومينو وفما لو ريزيستون. لو دومينو هو نعم الله وآلاؤه، ولو ريزيستون الناس اللي ما تعترفش بذلك وتزيد كفر على كفر. جمال، انا ربي يحبني، انا اكرمني وكذا. إذا التفاعل بين الطرف الإلهي سبحانه وتعالى وطرف الكافرين ألا لعنة الله على الظالمين، التفاعل هذا يبين أن الناس هذوما يقولوا العامة موش في السمن، ماهوش واضحة أمور، ماهوش فاهمين اش قاعد يعطي. تدك يجيك الخير. أرجع الآية الكريمة، وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وزيد كمل بقية الآية الكريمة، وإن كفرتم من عذاب إلى شديد. أنتم كفار ومنافقين من أشر الأشرار. شو تصور؟ ما كنتش تلقاو عذاب أليم في دنياكم وأثناء حياتكم البرزخية ونهايتكم التي لا نهاية لها، نسأل الله السلامة.